resor iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben resor iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz yurtsuz Cefer Bey'im hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Yersiz yurtsuz Cefer Bey'im hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Benim çarpen cüce sırlar benim. Zerre benim, güneş benim. Çarpen cüce sırlar benim. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. مرجان يلا حبيبتي تعي صار وقت النوم، لسه بدك تشربي الحليب وتفرشي سنان. ماما بكير، بس لا يخلص لي بابا رسمة العصفور. الله يوفقك ويخلي لك أولادك. شو رأيك تنامي معي؟ ايه يا ريت. تكرمي، تعي عادي بيحضني لشوف. اوخ اوخ. يلا يا روحي، اي قصة بدنا نقرا؟ ما بدي قصص. وليش بقى؟ لاني حافظتهم، خلص مليت منهم كلياتهم. طيب بهالحالة منشتري قصة جديدة. بابا ليش ما عاد نمت عنا بالبيت؟ لأني أنا وأمك عملنا اتفاقية صغيرة هي الفترة، يعني بخصوص شغلة بيناتنا. تمام؟ يعني خلص ما عاد تحبها لأمي؟ أنا بحبكم وبحبك أنت كتير، وبحب أمك كمان، وبعمري ما بترككم أبداً، وهاد وعد مني. وأنا بحبك. لك بوسيني. وأنا كمان. أخ أخي، قديش بده تقرير الشرطة لحتى يطلع؟ ما له وقت. هالزلمة ما أنه طبيعي، إجا لعنا برجليه بلا خوف وفات على نص بيتنا. شو هالشجاعة هاي؟ ها؟ أكيد قبل ما يجي لعنا أكل قلوب 10 زلم، وإلا ما في حدا عاقل ممكن يسترجي يعمل هيك عملة. زلمة غريب. ليش بقى؟ شو الغريب فيه؟ يعني بتحس مستحيل يكون مجرم، وقت يلي بتطلع عليه بتحس انه شخص كتير محترم. اما من شو رح تحللي شخصيته؟ اي صفاته واضحة وضوح الشمس. هاد قاتل محترف، نظرة عيونه بتحكي، بعرف النوعيات منيح. بيلبسوا من برا احلى لبس وبيحطوا عطر، وبيحكوا مع الناس كلام كله أدب وزو واحترام، بس هاد كله ما له معنى لأنه تمويه بس مشان يبينوا محترمين للعالم. كل الكوارث اللي صارت بهذا العالم بسبب أمثال هالقاتل اللي لابس قناع الأدب. صحيح عم تبالغ، بس معك حق. عم بالغ؟ تعي لنحسبها سوا. بنص ساعة رح أذكر لك 40 قاتل ببينوا محترمين ورح تندهشي.
شو صاير لك جنيت على الآخر؟ لا لسه. أخ اترك إيدي، عامل لك اتركها. مين اللي طلب منك تراقبني؟ اترك إيدي، بالأول رح تكسرها. رح أشرح لك من الناحية العلمية، في 8 عظام ممكن تنكسر بإيدك، فإذا كسرت لك كم وحدة منهم خلال 40 يوم رح ينجبر الكسر. أما رقبتك يا أورهان فوضعها بيختلف تماما، وقصتها صعبة، لأنه إذا انكسرت فقرة بالغلط فرح تقضي بقية عمرك وانت عم تحاول تتنفس عن طريق الجهاز بغرفة الانعاش. لهيك يا صديقي، بالأول خد نفس عميق كتير وبعدين قل لي مين اللي طلب منك تلحقني لهون. شو عم بتقول؟ خلص تمام، علي صوتك. جزائر. ما سمعت منيح. جزائر ترك اللي بعتني. أورهان عساس بعت جزائر، بس يبدو هذا طبعك يا أورهان. يا عمري ما بعت حدا، وقت اللي كنت واقف مع جزائر على الدم راح وتركني لحالي، تخلى عني بسهولة. هالشي مفهوم. تتافللي ثابت، جزائر تورك، أكيد واحد منهم رح يقتلك. مثل ما بتعرف الوقت تأخر أورهان، وما بيصير تضل لحالك. طالما انك ماشي معي دغري فمستحيل اتخلى عنك. شكلك بدك يانا نشتغل سوا، اللي مو هي. لا، بتبقى مع جزائر وبتخدمه، يعني لازم يفكر هيك ليحس انه هو المسيطر. ممتاز. أهلا وسهلا جزائر. ليش سهران لهالوقت؟ شوي وابنه، حبيت استناك. وهلأ شو؟ لقيتوا اللي قتل دومرول شي؟ لا لسه. سمعت انك تخانقتي مع فيروز الصبح. نحن ما تخانقنا ابدا، هي حكيت وانا سمعت. وضع نفسي مو مستقر، كل شي عم تعمله وعم تقوله ما انا واعي عليه. جزائر، بدي أسألك سؤال وبتمنى أنك تجاوبني بصدق. ليش رجعت؟
ليش اخترت هذا البيت؟ رجعت لأنك زعلت علي مو؟ ليلى بهذا العالم كله ما شفت إرادة أقوى من إرادتك، ولا بهدوئك، ولا حتى بشجاعتك. لهيك بوثق فيك. في ألف سبب بيخلي الإنسان يترك كل هاي الدنيا ويختار وجودك. أما قصة الشفقة ما أنا موجودة بحساباتي. شو عم تشربي لحالك على الصبح؟ قهوتي الصباحية. صحة وعافية. كلك ذوق. كنت متعودة كل يوم الصبح أشرب فنجان القهوة مع أبي، كان يحبها مع شوية سكر ويكون على وشها رغوة كتير. اشتقتي له كتير مو هيك؟ اشتقت له وأنا اشتقت له. أول شي ماتت أمي، وبعدين بابا. ما عندي إخوات، حاسة حالي مثل شجرة يابسة، يعني كل ما هبت علي نسمة هوا صغيرة عم تكسر مني شقفة بلا أول. أنا قدامك شجرة صنوبر بحميكي من الهوى، والعواصف ما بتأثر فيني، وما رح خليكي تروحي ولا تنكسري. مليكة، في شغلة بدي قلك إياها من كم يوم ومتردة. كان بدي تكوني لحالك ورايقة، قصدي إنه نكون لحالنا وما معنا حدا. حبيت تكون هاللحظة خاصة. وبعدين عرفت شغلة مهمة، وهي أني بكل لحظة معك بكون أصلاً عم عيش لحظة مميزة. شو هي؟ افتحي. سلم إيديك. السلسال تبع أمي قطعة غالية على قلبي، وما بعرف حدا بيستاهلها أكتر مني. مليكة، أنا كل عمري ما عرفت أقول كلام حلو لأنه مانو بقاموسي، ولهيك رح أحكي بلا لف ودوران دج. ركزي معي شوي. يا ريت توافقي انه تكوني رفيقة عمري ونعيش سوا. شكرا كتير لك، انت زلمة مزوق، بس انا ما بقدر اقبلها منك. ما تواخذني، ممكن تمسكها؟ صار في برد بالجو لهيك رح فوت. Thank you.
فاروزة تذكري منيح، بتكوني شلحتيها من إيدك وحطيتيها بشي محل. لا مستحيل عمتي، بارح كنت لابستها بإيدي. بجوز تكون بغرفة النوم. ما بعرف، هلأ بشوفها. ضيعانة، كانت لابقتلك كتير. المشكلة إنها ذكرى، لهيك خايفة تضيع. دورت كتير تحت الطاولة على الفاضي، ما لقيتها. شكرا يا عمري. خلص لا تزعلي، بابا رح يجيب لك غيرها. أخ دخيل قلبها الحنونة يلي ما عندي أغلى منها. جانان على التليفون. تفضلي جانان. كيفك؟ بالنا مشغول عليكن، خبريني كيف الوضع هلا؟ الوضع مثل امبارح، أمي عم تضل بغرفة النوم، الله يكون بعونها. فيروزة، شلونة حبيبة قلبي مرجان؟ بعد إذنك فيني اسمع صوتها؟ أكيد تكرمي. ستك وعمتك بدهن ياكي، احكي معهم. أهلين ستي، كيفك؟ لك دخيل هالصوت الحلو هالبنت الحلوة، أنا شو عم تعملي حبيبتي؟ طمنيني عنك. بعت الأسوار الذهب لماما ومن الصبح عم ندور عليها. وانتي كبرتي وصرتي صبية وعم تساعديها لحتى تلاقيها، ما هيك؟ امتى بتكون تجي لعنا؟ انتي وعدتيني امبارح ستي. قومي تعي لعنا هلا. الله يخليك يا ستي، يلا ناطرتك. ليش أنا بقدر قلك لا يا حبيبة قلبي؟ أنتي معقول ما إجي لعندك؟ رح إجي لعندك ركض ماشي، إمتى ما قلتي لي بجي، وعد. آزادة خدي هاي، رجعي على محل. عأساس بدك تعطيها لمليكة؟ ما كانت ترضى تاخدها، ما قبلت أبدا، يعني بالمختصر طلعت ما بتحبني بنوب. كيف يعني ما قبلتها؟ علاقتكن منيحة، فليش لترفض؟ طلعت علاقة عادية كتير، أنا كنت فهمان المخلوقة غلط. من الأخير هاي البنت ما بتحبني، ولهيك ما كانت تقبل هدية مني. شو جابني لمهندس؟ هزمات لا تخبص، مو معقول تفكر هيك. عندي شغل هلا. أخي استنى شوي. برأيكن تتافل ليمونة ويرد على هجوم الشباب عليه؟ لو كان ناوي يرد عليه ما كان لساته مستني لهلا، كان رد بنفس اليوم. هلا للأمانة كنت متوقع التصرف يطلع من هزمات، أما نجيب وبركان طلعوا أتنح منه لسه. الشباب عندهم مبرر مقنع، النار يلي شعل جواتهم بتحرق، والندل تتافللي هو اللي شعل هالنار. قبطان، مع كامل احترامي، يلي بيحكموا الغضب وبيحركوا هوا بيعمل فوضى مو منيحة بين الشباب. بزماني حضرت فيلم مدري شو كان اسمه، هدول اللي بيلبسوا تنانير شو كان اسمه؟ قصدك الاسكتلنديين. الاسكتلنديين، كان في شاب اسكتلندي وقف بوش امبراطور انجلترا وصار يحفر خنادق حوالين ضيعته ويخلي الزلم الطويل هو اللي يحفره، شو كان اسمه كمان؟ اويفادا. ايه قبطان، شبك شو عم يصير معك؟ مين هذا اويفادا؟ ركز معي، وقت اللي كانت جيوش انجلترا تهاجمهم شو كان يقول لرفقاته بالخنادق؟ شو كان يقول؟ شو؟ انتظروا كمان على مهلكن، لا تستعجلوا، انتظروا. ايه يعني؟ يعني لازم ننطر يا قربان وتهدوا، لانه العجلة من الشيطان، خليهم يجوا بالسرعة اللي بدهن اياها، اما نحن رح ننطر الوقت اللي بناسبنا لحتى يجي. غريبة كيف ما نكون شايفين، وانا بكل حياتي شايف لي 4-5 افلام وهذا واحد منهم، ما شايف غيرهم. يا 4 يا 5، الأول الأب الأول، الثاني الأب الثاني، الثالث الأب الثالث. قول أرهان، في شي مهم؟ أكيد رئيس، مشان جان لوك تونار. قول، عم اسمعك. جان لوك ناوي يخطف سونا رئيس، وبلش يتحرك، لازم تتصرف. Thank you.
معقول هالشي؟ عم يقولوا هون إنه حرب إنجلترا كانت بين سنة 1789 و 1799، مو عأساس كانت سنة 1600 ميلادي؟ عيديها حتى شوف. طيب بقراها من الأول. ما اسم الحرب التي حدثت في إحدى الدول الأوروبية وشكلت نقطة تحول بتاريخها وكانت بين عامي 1789 و 1799؟ ريفوليسيون فرانسيس. عفواً؟ الحقبة الفرنسية، 5 أيار عام 1789. بعتذر بس سمعتكم من دون قصدي. لا أبداً مو مشكلة، شكراً كتير إلك. شامي شبك؟ ما بحب هالأشكال أبداً، شو بده لحتى يتدخل؟ الزلمة بيعرف الجواب. شوي رح تعمليه بروفيسور، شكله شايف حاله كتير. خلص بقى شامل، لا عاد تلتفت عليه. تفضل يا ريس. يا فوز وينك؟ وصلت جولين دام خانم على البيت، وعندي هلا شغل صغير ورايح. تروح كل شيء من ايدك. رح ابعث لك موقع سونا. بتروح وبتاخذها على البيت فورا وما بترد عليها لو شو ما قالت، فهمتني؟ امرك ريس، 10 دقائق بكون هنيك. أي دولة من هي الدول دعمت كريستوف كولومبوس برحلته لحتى يكتشف القارة الأمريكية؟ البرتغال، إسبانيا، فرنسا، هولندا، والعثمانية. البرتغال، إسبانيا. الأجوبة مكتوبة من ورا مو؟ إذا كنت مزعوج من هالزلمة منروح فوراً عادي. لا ولا يهمك، خليه يضل يجاوب على كيفه. هلأ منشوف الجواب. شو رقم السؤال؟ السؤال الأول شو طلع؟ إسبانيا. طلع هالزلمة عن جد بروفيسور. أنزي سونا. أها أخي يا فوز، شو عم تعمل هون؟ منحكي على الطريق، لازم نطلع فوراً، بدي أخذك على البيت. لسه هلأ أجينا وبدنا ندرس، إن شاء الله ما في شي. في شي يا فوز؟ لا أبدا ما في شي، خلونا نطلع على السريع. ادفع الحساب، يلا استعجلوا. بسرعة أنسي سونا، اركبي بسيارة بسرعة. طيب بس قلي شو صاير، والله نأذني قلبي، في حدا صاير له شي؟ عم قلك ما حدا صار له شي، روقي هلأ بنحكي بالسيارة، اركبي يلا. صرت أتمنى يمر يوم واحد طبيعي بحياتي. شي غريب كتير يا جزائر تورك. مشكلتك معي أنا ومالك علاقة
لا بعيلتي ولا بنتي. الوقت الحلو بيمضى بسرعة، والوقت البشع الثانية فيه بيوم. شغلة غريبة مو؟ بس أنا وإنت رح نتبادل الوقت يلي بقيان من عمرنا. رح يصير عمري يمرق بسرعة على عكس الباقي من عمرك. رح تتمناه يخلص بس ما رح يخلص. رح خلي عداد الوقت يوقف بحياتك. مثلاً رح تشهد موت حدا غالي من عيلتك. لا تسأل مين هو، رح خلي لك إياها مفاجأة. رح أدفنك جزاير تورك، بس بالأول رح خليك تدوق عذاب نار جهنم وانت عايش، ومثل ما مرقت علي الثانية بألف سنة رح تمرق عليك انت كمان. لا تتحقر وتخلي ناس أبرياء يدفعوا ثمن حقدك. عم قلك مشكلتك معي مو معهن، لهيك بعد عن كل الناس يلي بحبهن. اي بو اي دون بو دون، يعني العين بالعين والسن بالسن. خير حبيبتي، لوين رايحة؟ رايحين أنا وسهيلة مشوار صغير، دا أخلقي كتير بالبيت. أعطيني بطاقتك، أعطيني الكريدت كارد تبعك. وشو السبب؟ لأنه ممنوع من اليوم وطالع تدفعي مصاري، ما عاد فيها مصاري أبداً. لا مو معقول، رجع على شوف أخي. شو صاير لكم؟ ليش طالع صوتكم؟ الله يصبرني. لمي غراضك. خليكي أنا. يلا ميلتا أنا جاهزة، خلينا نمشي. ميلتا ما عندها شغل سهيلة، روحي لحالك. قالي نفس أكل لا تتعذبي. ألماس من مبارح ما حطيتي لقمة بتمك، وهالشي ما بيصير، لازم تحاولي تغصبي حالك. الله يوفقك أمي، كلي كرمالي لو لقمة واحدة. إذا صار لك شي شو رح يصير فيني؟ ألو. نعم إيه أنا هي. إيه أكيد رح أجي. شكراً كتير إلك، كلك ذوق أستاذ. مين دق لك؟ طلبوني مشان مقابلة عمل، بس هي المشفى الوحيدة اللي ما بعدت عليها طلب توظيف. طيب كيف عرفوا فيكي؟ بيكون شي رفيق إلي قايل لهم عني. شو عم تعملي؟ ولا شي. وانتي؟ ولا شي. فيني
أسألك سؤال بعد إذنك؟ صاير شي بينك وبين أخي؟ قال لي إنه كان جايب لك هدية صغيرة بس ما كنتي تقبليها. إيه ما قبلتها. طيب فيني أعرف ليش؟ كنت حاسة إنه في بيناتكن إعجاب. بعتذر منك، إحساسك غلط. أهلين بالشباب. أهلين. أهلين فيكي. طمنوني طلعت النتائج. طلعت بس لسه ما شفناها. طيب افتحوها لنشوف. مكتوب عليها سري للغاية. على الأغلب فيها شي خاص. تفضل. تعال عندي فورا، لا تتأخر. مين هاد؟ أعطاكان بده ياني. كيف بتعملي هيك ميلتام؟ كيف تجرأتي وعملتي هالشغلة اللي مو منيحة؟ ليلى خانم أقسم لك بالله إني أول مرة بعمل هيك. الله يوفقك، لا تقولي لحدا رجاءً، والله بتبهدل. هلأ كل اللي همك إنه ما يسمع حدا بالبيت؟ وشي الغلط اللي عملتيه مو فارق معك بنوب؟ أنا ما كان معي مصاري. لكن ما ضل معك مصاري، ما معك مصاري بتقومي بتسرقي الجماعة وفوق منا بوضع عزا. جاوبيني ميلتام، وشو كنتي ناوية تعملي باللي سرقتي؟ تبيعي وتشتري بحقه؟ وبعدين بيخلصوا المصاري، قليلي وقتها من مين رح تسرقي ميلتام؟ ما هم استوعب شي مو معقول. انتي كيف بتنزلي اسم عائلتنا على الأرض كرمال المصاري ميلتام؟ أي عائلة اللي عم تحكي عنها ليلى خان؟ أخوك لعيب قمار وما بيجيب فرنج على البيت، وما حدا بيعرف شو شغل زوجك. حسبي كلامك معي منيح. زوجي أنا أنقذ حياتك من الموت، وإذا أخي مو عاجبك فيك تطلقي وهيك بترتاحي. وهلأ بتاخدي اللي سرقتي وبترجعي لفيروزي، وإلا رح تدفعي الثمن غالي. مين أعطاكن هذا السلاح؟ في شي مشكلة؟ المشكلة إنه حسب تقرير مخبر الأسلحة يلدريم تورك نقتل بهذا المسدس. كيف؟ طيب والبصمات يلي عليه لمين طلعت؟ رح قلك. بصمات الأصابع اللي طلعت على هالسلاح هي لشخص لا يمكن أبداً إنكم تتوقعوا. قصدك منعرفه؟ تعرفوه منيح وبتعتبروه فرد من عيلتكن، ولهيك بالأول بتقلولي من مين أخدتوا هالمسدس، وأنا بقلكن بصمات الأصابع اللي لقيناها عليه مين بيكون صاحبها.
الجهود المهمة يلي عملتيها بالمشفى الصحراوي لفتت انتباهنا كتير. شكراً كتير إلك. أنا بحب الطب من أنا وكتير صغيرة، واخترته لأني بحبه. هالشي واضح جداً يا خانو. بس أنا لازم خبرك عن شي مهم، وهالشي ممكن يأثر على قرارك. هاد أنا حامل بالشهر الثالث. بالعكس، هالتفصيل ما بهمنا نهائيا. يلي بهمنا أنه جراحة عظيمة وشجاعة مثلك تكون بكادر المشفى. طبعا هالشي من بعد ما توافقي على عرضنا. موافقة ومستعدة بلش فورا. ما دامك موافقة بتبلشي فورا. وظفنا الدكتورة فيروزة حسب أوامرك، وحابة تبلش شغل فورا. تمام، مثل ما قلت لك فيروزة ما لازم تعرف أبدا أني لي علاقة بموضوع التوظيفات. أكيد ولا يهمك. لازم تحكي. تركتنا فجأة ورحت بسرعة ورجعت وجهك شاحب وما عم تحكي. شو القصة؟ جزائر، في شي ضروري لازم احكي معك. بعرف انك راح تتضايق شوي ويمكن تعصب كمان، بس مستحيل يرتاح قلبي قبل ما أخبرك. ما عم أعرف نام. عمر وهزمات ما راحوا على المركز مبارح منشان يسألوا عن وضع تتفللي. راحوا منشان جان لوك تولي. إجا لعندي بحجة إنه بده يتفرج على الخيول بالمزرعة، ومعه صندوق في قماش ومسدس. كمان قال كلام سخيف كتير بخصوصك، بإنه هذا سلاح رح يورجينا شو هي حقيقتك. وإنتوا ليش ما خبرتوني بهيك موضوع لهلأ؟ جزائر، فهمني شوي. حط بحسابك كل القصص الصعبة اللي صارت معك بهالكم يوم، وموت الدوم رول كمان. لهيك ما حبيت اني زدك بهمومك، قلت بنتظر لترتاح شوي. وشو هو الشيء المميز بقطعة السلاح هي؟ هلا بيخبرنا عمر وهزمات شو طلع معهم بالمخبر. ليكن صاروا هون. ما تحكوا ولا أكل القط لسانكن. هزمات، ابني خبرنا شو قصة المسدس. السلاح مظبوط. السلاح يلدرم توركن قتل بهذا السلاح. بس مو هذا الموضوع المهم رئيس، في شي مهم أكتر. بصمات الأصابع اللي طلعت موجودة على قطعة السلاح،
والله ماني عارفان كيف بدي خبرك يا ريس. ببساطة قلي البصمات يلي على سلاح بصمات مين؟ طلعت لمرها.